ضيف الماتينال. مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. يتواصل لقاء في يوم سعيد بعد لسمعنا صوت أمينة فاخت. على الله وصلنا لثمانية وحداش دقيقة، المواعد متاع فقرة ضيف الماتينال. ضيفنا اليوم سي إبراهيم النفزاوي، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء. صباح النور. صباح الخير ومرحبا بكم، مرحبا مستمعين الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا بك مستمعي الإذاعة الوطنية. كنا قلنا لهم من بداية حصتنا اللي بعد إقرار تخفيض الأسعار منذ يوم الجمعة 9 أوت 2024، طبقا لقرارات صادرة على وزارة التجارة وتنمية الصادرات لتسقيف الأسعار القصوى وهامش الربح لبيع اللحوم البيضاء من دجاج ومن شرائح الديك الرومي. بالنسبة للدجاج في المذابح الكيلو ب 7500، للعموم ب 8500، وشرائح الديك الرومي 14500 في المذابح و 16 دينار للعموم. من وقتها بدأت وضعية التزويد تطلع وتهبط، فما برشا ناس يقولك اليوم ما عادش نلقى بسهولة اللحوم البيضاء. علاش سي إبراهيم؟ والله مش من هذه المشكلة، دي صارت ماهوش من التسقيف، التسقيف جاء بعد، أما العملية هذه راهي صايرة من قبل، وإحنا متفطنين الحكاية دي من 2002 ماي. بعثت مراسلة أنا للسيدة الوزيرة السابقة، وبعثت لها مراسلة قلت لها راهو عندنا ذروة الإنتاج، ذروة الاستهلاك راهو في جويل جوان وجويليا وأوت، نظرا لأنه موسم سياحي، عودة مواطنين بالخارج صحيح وأعراس وغيره، فحسيتوا اللي تزيد وقتها نسبة استهلاك اللحوم البيضاء مع ارتفاع اللحوم الحمراء والأسماك. ومع جتنا عدينا الفترة ديك الحق ما خسرتش الوزيرة دي، كلفت المدير العامين وعملنا اجتماعات ماراثونية مع جميع المدخلين. من الأثناء اكتشفنا اللي باش يصير لنا اشكاليه في اي وقت، خاطر قاعدين يحضروها. علاش انتاجنا اقل برشا من نسبه الاستهلاك؟ انتاجنا توا بالنسبه اللي احنا كنا في الاستهلاك نتاعنا الشهري، شهري كنا نستهلكوا في 10000 10200 10500 هكاك، توا اللي نستهلكوا حتى نفوتوا حتى 13000 طن. علاش؟ على خاطر توا اللحوم الحمراء غاليه، الاسماك غاليه، المواطن التونسي الملجا الوحيد هو اللحوم البيضاء. كنا تقريبا 70% يستهلكوا دجاج اللحوم البيضاء، توا 99% ما عادش، حتى الناس كل تلتجي للحوم البيضاء. ما راعنا في شهر اوت، في شهر اوت عدى شهر جوان وجويليا لا باس عندنا حتى اشكال. ما راعنا في شهر اوت طلعت الاسعار. بذلك ثم قانون منافسه الاسعار، الوزيره تتدخل على فصل 4 من قانون منافسه الاسعار باش تسقف الحاجه اللي طلعت اللي غلت. سقفتها لكن التسقيف هذا ما هوش على الدراسة. بمعنى علاش ما هوش على الدراسة؟ تو انت سقف، هما ثلاث حلقات، حلقة الفلاح ومزود والتاجر التفصيل. جيت تسقف انت المزود والتاجر التفصيل وتخلي الفلاح ما يخدم كما يحب. صار وصل الدجاج، باع الدجاج الحي تباع ب 8000، وانت تقول لي تتسقف لي ب 7500 للمزود. هل يعقل الكلام هذا؟ واحد واحد يساوي 20 رغم ما يجيش. هل يعقل باش تعطي للتاجر التفصيل تعطي 10%؟ 10% ما تجيش ما تسددش ربع الشارج نتاعها. هل يعقل الكلام هذا؟ ما يجيش. راهو ثم دراسه تكون مدروسه وتكون كل الناس كل واضحين. انا وقتها ما اقترحت عليهم سابقا، اقترحت عليهم قلت لهم ها نفوا نعملوا برنامج مع بعضنا، الدجاج ما يفوتش ال 10000 والسكالوب ما يفوتش ال 20، وخلنا نخدموا الخدمه هذه وتشوفوا. مشيت تو عندنا جيت 3 سنين نخدموا بالطريقه هذه، ما خرجناش على 10000، اذا بيه في شهر اوت خرج حتى على 12000 و13000. بلي خلينا نفهموا معاك سي ابراهيم، خاطر نحن المواطنين المستهلكين اكيد ما عندناش درايه. هما ثلاثه عناصر تو عندنا، الفلاح وعن المزود وعن التاجر. تقول انت بالتسقيف الوزارة خليت الفلاح على راحته، اش معناها على راحته؟ تربية الدجاج تو الدجاج العربي مش ديما نلقاوه لا محالة، ممكن نقول فلاح. الأغرب في هذا، عملنا اجتماع نهار 2/6 في وزارة التجارة مع جميع المدخلين. يجي المجمع هذا، المجمع هذا اللي يعمل البرمجة كل، يجي يقول لك راهو الدجاج يتكلف لي برب، يتكلف الدجاج حي يتكلف ب 4240. باهي الدجاج الحي ب 4240 يتكلف. اي جي انت ادخل السيت تاع المجمع، شوف الدجاج الحي قداش يتباع.
ما كل يوم يخرجوا ريال جديد. الدجاج الحي يتباع ب 7700 تو. اي وين المشكل؟ شو شو معناها شو؟ انا بالنسبه لي انا كمواطنه نقول لك الفرق كبير برشا، انتم علاه تغششتوا كي تثقف السعر؟ معناها الناس اللي تسمع فينا تقول لك تيكارو ب 5000 يتباع للمواطن، اذا هو يتكلف 4240 ب 6000 يا سيدي. ما تكلفش 6000، تكلف حتى 7000. كانت توصل المواطن، اما انت تو مزود كيفاش تشريه هو ب 7700 ولا 7500 وباش يذبحه ويصرف عليه ويعمل له خدمه ويبيعها ب 7500، هل يعقل الكلام هذا؟ شنو باش يصرف عليه؟ شو؟ فهمنا نسال انا كهاو معناها. يصرف عليه، يصرف عليه الاباطاج الذبيعه نتاعها، ثم ذبيعه ثم نستخدم ثم كمان تهز ثم برشا عدد، ثم مصروف كبير مش في السعر باش تخرج كك. هذا اللي صار، هذا اللي صار، واللي صار هذا، وزيد شويه عوامل طبيعيه. السخانه هذه اللي تاع اللي جتنا برشا، مات فيها برشا دجاج. مات فيها الامهات اللي يعطونا في الفلوس، اللي يعطونا عظم الفلوس، ماتوا برشا ماتوا. وزيد عوامل بشريه. عوامل بشريه هو المجمع. حق مشكور السيد المكلف تسيير المجمع تو المدير هذا المكلف تسيير المجمع، قام بمجهودات جباره باش جاب العظم التفقيس، جابها من جابها في جويليا. جاب وردنا استوردنا يعني عظم التفقيس. منين جبنا عظم؟ جابوها من اوروبا. ما جابوهاش مثلا خاطر فرنسا تم اشكاليات وتم برشا في برشا اشكاليات هذيا، ما نجموش ندخلوا في التفاصيل. قد ايه جبنا عظم تفقيس؟ جبنا ما يقارب فيه الكفايه تو، جبنا دي كونتينر مره في جويليا ما يعطوكش الانتاج تو. وقتاش يعطوه الانتاج تاع جويليا؟ العظمك تحطها في الكوفاز باش تقعد لك 21 يوم وزيدها 40 يوم تاع باش تربى باش تولي عندك شهرين. انت على جويليا باش يعطيك الانتاج يعطيك في سبتمبر في شهر الداخل، في شهر الداخل ان شاء الله بقدر ربي يسمع عليهم. خاطر اوت عندنا 11800 نحي منهم تقريبا 1800 طن، هذه كلها مشات في ماتت مشات يعني بالسخانه هذيك، يعني انتاج في شهر اوت. سامحني 11800 طن عندنا في شهر اوت، انتاج في شهر اوت 11800 باهي. وفي شهر سبتمبر توا الجاي هذا اللي باش يدخل نهارات الجمعه الجايه عندنا 13200 طن 200 طن عندنا باش يصير لنا شويه ضغط في الجمعه الاولى نتاع سبتمبر. علاش الضغط هذا باش يصير؟ مش ضغط كبير باش يصير ضغط كبير، خاطر راك تعرف الروتوسيريه وكل المطاعم وترجع عندهم سيونس وترجع كذا، باش يصير شويه ضغط، باش نتحملوا شويه ضغط الجمعه الاولى وبعد الجمعه هذه بعد الجمعه الاولى نتاع سبتمبر باش تحل المشاكل كلها. نحن قداش حاجيتنا من البيض واللحوم البيضاء؟ حاجيتنا هاني قلت لك ما تسمى اللحوم البيضاء نوصلوها 13000 نستهلكوها في الشهر، وبالنسبه للبيض عندنا ما يقارب على 154 مليون. 154 مليون. باهي، ناخذ من عندك فكرة على كراس الشروط المنظم لتعاطي تجارة الدواجن. والله كراس الشروط هذه أنا بيدي بعثت المراسلة للتجارة الداخلية على أساس باش ننقحوا فيها عدة فصول ولا باش نعملوا كراس جديدة، على خاطر الكراس هذه تو عندها 20 سنة. ما عادش تتماشى مع الوضع اللي نحن فيه تو. ماذا بينا قلنا لهم نشوفوا نعملوا برنامج ننقحوا فما فصول ننقحوها. وثم حاجات بين والا نبدلوها الكره الصوت وتمشي مع العصر. انت عندها 20 سنه، ثم حاجه 20 سنه تقعد ما تجيش. الكره الصوت فيها برشا فصول، فيها الفصل، فيها فصل 25 يقول لك يمنع باش الدجاج الحي يتباع في يذبح في العوانت وكذا، ما يكون الا جاي من امور صحيه وجاي من مذبح معترف به وكذا. وفيها فصل 13 هذا اللي خلقنا احنا برشا، هو يقول لك راهو تشري الدجاجه فصل 13 يقول لك تشري الدجاجه على عاليه، تشريها من المذبح كيما تشريها كيما تبيعها. يجيك مواطن ولا يقول لك قص لي ولا عمل لي، راهو ما عندكش حق تغسله وتعمل. قلنا ننقحوا في الفصل هذا. لا حياتي لما تنادي وقتها نمشي للتجارة الداخلية يقول ما عندناش مدير عام، تو هجت مدير عامة، تو أنا نحاول إن شاء الله إن شاء الله تسمعنا وإن شاء الله ندخل وإن شاء الله الوزير الجديد هذا كيف كيف إن شاء الله كيبدا إن شاء الله يعيط لنا ثاني كيف كيف ونتناقشوا مع بعض. شنو النقاط اللي تحبوا تركزوا عليها في كراس الشروط الجديدة المنظمة لتعاطي تجارة الدواجن؟ هاني قلت لك أنا ثم فصول فيها فصول ما تمشاش مع الوقت الحاضر. اي البديل شنو هو؟ عطينا الفصول الجديده اللي تحبوا عليها. بديل نبدلوا كراس الشروط جمله. شو نقولوا فيها كراس الشروط؟ في عود باش نعملوا 52 فصل، نعملوا سته فصول يزي. سته فصول نطبقوها.
الفصول تبقى دبع العشوائيه ضل اللي يضر العباد ويضر المنظومه هذه. ونحاول كيفاش نشوفوا كيفاش نجحوا ما بعدنا الناس كل يد واحده راهي البلاد هذه ترفع الناس كل ما تمشي تشخص ولا شخصين راهي البلاد هذه راهي الناس كل مجعوله واحنا انا مدين يدينا وان شاء الله يشوفونا بعد واحنا ماذا بينا تو التزويد تما تقول لي انت التزويد كاين على التزويد سامعني ثم مناطق صحيح ما فيهاش تزويد تاع الجيش دخلت كغرفه ندخلوا ماذا بينا مدير الجهوين يتكلمونا ماذا ما حتى مشكل باش يكلم اداره العام يكلمني حتى انا شخصيا انا ندخل مع المزودين واعطيهم الصحه المزودين عندنا 11 بطوار 11 بطوار عندنا ما ثم قاموا بالواجب نتاعهم واجب وطني الا اربع بطوارات قاعدين يزودوا في اي مكان ونهز التليفون يكلمهم مثلا البارح نعطيك مثال بسيط البارح في ولايه توزر ونفطه ما عندهمش الجيش كلموني البارح وهاني اليوم باش نعمل بالسعيه باش نعمل كل شيء باش لازم يكون غدوه يبدا عندهم كل شيء موجود. نحن عندنا 11 بتوار اربعه منهم فقط قلت لي قوموا بالواجب الاخرين اش بيهم السبعه هذوما اللي قايمين بالواجب الوطني انا نقول وطنيين هذوما مانيش نشكر فيهم ما عندي معاهم حتى علاقه اصحاب نهز التليفون الحق كي نكلمهم نقول لهم راه جندوب ولا غيره ولا كذا ولا كذا راه ناقصه كذا يتحمل مسؤوليه ويبعثوا له ويزودوه الاخرين عنده الحق باش ما يخدمش باش ما يزودش خاطر كيما حكيت لك يشري ب 7500 باش يبيعك 7500 برا وخدم شهر شهر و10 ايام وكذا باش يفلس باش يسكر كانوا عندنا 34 بطوار 34 بطوار كانوا عندنا تبقوا منهم 11 ال 11 باش يزيدوا كملوا نسكروا منهم يبقوا كنهار ثلاثه ولا اربعه مش معقول ماذا بينا الناس كل تدخل ماذا بين الوزير هذا كيف كيف يتدخل ماذا بين وزير الفلاحه يتدخل الناس كل تدخل وشوفوا المجمع هذا شوفوا مجلس الاداره نتاعه انت ما ناس تخرج دخلت من الباب خرج من الباب دخلت على الشباك راه نزيد نعاودها دخل خرجوا من الباب دخلوا على الشباك وهذوما اللي يحبوا يضربوا المنظومه وهذايا المجلس الاداره اللي صار فيه اشكاليات راهو صارت فوق فتح دجاجيه باش صاروا باش عينوا رئيس مجمع رئيس المجلس الاداره هذا وحنا رانا ضد الاشخاص هذوما وحنا راهو عندنا حق باش نكونوا في مجلس الاداره احنا مقصيين على خاطر الله غالب كغرفه وطنيه لتجار الدواجن واللحوم البيضاء اي مقصيين وحنا عندنا الحق قانونيا باش نكونوا عندنا زوج كراسي معاه مجلس الاداره تكون من 12 شخص أربعة من الفلاحة، أربعة من الصناعة والتجارة، وأربعة من كل واحد من كل وزارة. 12 واحد. الأربعة اللي شادينهم تاع الفلاحة هم اللي شادين مجلس الإدارة. هذوما قلت لك حابين يضربوا المنظومة هذه يضربوها لأسباب وعلاش؟ شنو مصلحتهم باش يضربوها هذه؟ باش حابين يضربوها لكن احنا بالمرصاد. نقول باش ندخلوا في جزئيات أخرى ما ندخلوش. سامحني تو سي إبراهيم، اللي يهمنا نحن المواطن. التونسي توالي سنوات يشري اللحوم البيضاء لأنه هذاك البديل على بقية الأصناف من اللحوم اللي غالية على قدرته الشرائية الأسماك نفس الشيء غليت على التونسي فيستهلك في الدجاج والإسكالوب وغيره إذا ذوما يرتفعوا فاش عملنا نحن وخاطر أنا نحكي بصوت المستهلك التونسي المشاكل الأخرى متاع رؤوس الأموال واللي يحب يضرب المنظومة وعقلية المؤامرة وكل التونسي معناها اللي يسمع فينا توا ما يهموش فيها اسالته علاش ما نلقاش الدجاج علاش انتم متغشين اليوم البيض وارتفاع اسعار وزيادة خاطر اليوم كي ندخلوا المساحات الكبرى نلقاو المعلب هذاك اسعاره غاليه علاش وصلنا للي وصلنا له اليوم فيما يتعلق باسعار اللحوم بالنسبه لنا احنا كغرفه بالنسبه لنا احنا كغرفه بالنسبه للمستهلك نطمنوه نقولوا حنا رانا بالمرصاد ومستحيل باش يطلع باش تطلع وقاعدين قايمين بواجب كبير ياسر وقلت لك في بالنسبه اللي راهو الدجاج هو اساس المستهلك تبقى قاعدين نخدموا بشويه رانا نخدموا راهو قلت لك انا لو كان ما كناش موجودين احنا راهي الامور راهو الدجاج بطنا ب 15 و20000 تو الدجاج احنا قاعدين شادين بزمام الامور وما نخلوش باش يطلع وماهوش باش يطلع وحتى التزويد قلت رانا قاعدين قايمين وماذا بيا نطلب من المديرين الجهويين يتصلوا بيا يقولوا لي اي مكان انا ندخل راني وطني نحب البلاد ونحب الناس بالنسبه للبيض هذاك المعلم ما عندهمش حتى البيض انا موجود البيض على انواع واشكال من 11 حتى 1360
فص اصفر فص احمر اللي تحب عليه موجود. هذا البيض ما فيه حتى اشكال البيضه، حتى البيض راه حبوا يضربوه راه عامل تالي حبوا يضربوه، لكن وقفنا ويعطيهم الصحه الاداره العامه للمنافسه والابحاث قاموا معانا مجهود جبار كبير، يعطيه الصحه المدير العام، وخدمنا خدمه كبيره برشا وقاعدين نخدموا في خدمه كبيره. اما بالنسبه للمستهلك المطمن راه ماهوش باش، حتى كان قلت لك جينا بجينا شويه اشكاليه في الجمعه الاولى نتاع سبتمبر باش يرجع الجيش كما هو، باش ترجع المنظومه الى عادتها كما كانت، وترجع الاسوام كما هي، اسوام ما معقوله، اسوام ما فيهاش ارتفاع وما فيها حتى شيء. انطلاقا من شهر سبتمبر بما ان مش نوفروا ان شاء الله 13200 طن. طن اي نعم 200 طن. وعندنا حاجات اخرين، عندنا دي كونتينر جد باش يدخلوا ان شاء الله تاع تفخيص باش نكونوا في سبتمبر اكتوبر وانت ماشي كلهم هذوما باش يكون فيهم انتاج وفير، وان شاء الله ما ثم هذوما كله باش يكونوا جاهزين بقدره ربي سمع لهم. ونزيد نقول لك حاجه اخرى، اللي عنده نقص في الدجاج ولا عنده في اي مكان في اي ولايه ما فيها باسكي حتى يتصل بالمدير الجهوي، والمدير الجهوي يتصل سواء بالاداره العامه او يتصل حتى بينا او يتصل بالمزودين، حتى اذا كان المزودين ما انا اتصل بالمزودين، والمزودين هم بحد ذاتهم يعطيهم الصحه لاربع بطوال لاربع المزودين هذوما اللي قاعدين قايمين بواجبهم، يعطيهم الصحه مشكورين. ما ثماش نهار تكلمتهم وما قالوليش لا ما نجموش ولا كذا، وين نقول لهم راهي البقعه الفلانيه ناقصه في كذا في زقبلي. المره اللي فاتت دخلت معي اذاعه في اذاعه اخرى وعملوا بوان مارشي كما يعملوها وشافوا وحبت تحصلني وكذا، وبالفعل طلبت قبلي باش تضيع لي اذا به، قالوا لها في قبلي راه موجود دجاج موجود اسكالوم موجود الدنيا كل والحمد لله. وجندوبه كيف كيف اخيرا تدخلنا باش عملنا برشا حاجه، واللي عنده اي مكان اي انا التليفون موجود، سواء يمشي للاداره العامه سواء يمشي للوزاره سواء وين يحب هو، انا يطلبوني راني مستعد راني نخدم ليلة نهار ما نخاف حتى من شيء. يعطيك الصحه وربي يعينك. تو نجيو الاسئله يطرحها التونسي، يقول لك الدجاج شبيها ولات ريحته خايبه شوي زفره حشاك، شبي مطعم تبدل دجاجنا اليوم مش نحويلو؟ حتى بكري الاولاد في الاستوديو سالوك يا اخي بالحق يزرقوا له شنو ياكل دجاج الماكينه الحكايات هذوكم الكل. لا مش صحيح، مش صحيح بالعكس، قاعده توا الشركات هذوما توا الموجودين توا قاعدين يتطوروا في خدمتهم، والشركات هذه كلها الموجوده توا الاربعه المذابح هذوما الموجودين قاعدين يخدموا في خدمه تنافسيه، وشكون يخدم خير وشكون يعمل خير، وهم عندهم ناس الدور الشاف ديزان وقت الدنيا كل عاملينهم هم الدور، ثماش اشكاليه باش يبلغوها للشركه وتقبل مقترحات، وهذه البضاعه اللي تخرج من المذبح راهي ما تخرجش شكاكه لا مش لامبارح، راهي تخرج الا مراقبه صحيا، مراقبه صحيا وفيها شهاده بيطريه اكثر من العظم، العظم ما تخرج كعبة ضم إلا ما تدخل التحليل ويحلوها ويشوفوا له الأمور هكذا ويشوفوا شنو اللي فيها وشنو ما فيهاش، ما ثماش حاجة تدخل تخرج هكاك. سيرتو أنا قلت لك راه أما الذبح العشوائي هذيك ما عنديش دخل في تقول لي في الذبح العشوائي، باش يخدم باش يذبح ويحط سطل ويحط كذا، ثم برشا حاجات غير صحية وقاعدين يخدموا، قاعدين الناس قاعدة تتطور. وانت جرب انت عمل حتى مجرد ملاحظه للشركه من الشركه تقول له راه عندك دجاج ولا شو زرقوا، فماش الزريق قال ثم لا لا لهم يحزنون ما عندناش الزرق فاش يزرقوا له دجاج، الدجاج عندك فلوس خرج من البقعه الفلانيه تتعدى على الفيترينير تعدى كذا مشى للتربيه خلال 35 يوم يرجع، حتى في هزانه عنده قانون راهو كيفاش يهزوه من بقعه لبقعه، ثم قانون وثم فيه اجراءات اخرى، ثم حتى الكاميون اللي باش يهزك كيفاش يكون وكيف انا وقت يهزه والسرعه نتاع الكاميون قداش تكون موجوده، مش انا مش لمبه فما ضوابط معناها، وهلا مدى احترام الضوابط والقوانين هذه؟ لا احترام بالنسبه للشركات بنسبه 100% يخافوا على سمعتهم، يخافوا على سمعتهم، الناس تصرف في ملايين اشهار وتصرف في يجي يفسد لك. على ذكر الاشهار، نحن عندنا اشهار توا ومن بعد نرجع معك سي ابراهيم، تعطينا ابرز مطالب اعضاء الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن واللحوم البيضاء. مرحبا. اشهار. في بالك؟ انت في بالك؟ وانت؟ هي انت في بالك؟ وهو وهي في بالهم؟ البلاد الكل تحكي في بالك. زعم اللي في بالي هو اللي في بالك. إشهار.
نواصلوا مع ضيف الماتينال بعد الآن. جد تحية لكل مستمعينا. ضيفنا اليوم هو سي إبراهيم النفزاوي، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء. تحدثنا على الإنتاج، على التزويد، على الضغط على الأسعار، تحدثنا لمشاكل القطاع، تحدثنا أيضا على بعض النقص الموجود في تزويد السوق باللحوم البيضاء. سي إبراهيم قال لنا اللي انطلاقا من سبتمبر ينتعش السوق وتتوفر كميات مهمة تلبي حاجية التونسي، حاجيتنا اللي ما تفوتش 13,000 طن، وانطلاقا من سبتمبر مش يكون عندنا 13,200 طن. وصلنا سؤال يهم تجار الدواجن واللحوم البيضاء، عندنا ما يقارب 14,000 هكاك تاجر، 13,000 تقريبا هكاك مزاد صحيح مش كامله، تم 14 على كامل تراب الجمهوريه. اليوم شنو ابرز الاشكاليات اللي انتم تطرحوها في القطاع هذايا، وشنو مشاغلهم ومطالبهم تجار الدواجن واللحوم البيضاء؟ بالنسبة للإشكاليات المطروحة في السوق تو بالنسبة للتجار اللحوم البيضاء، ما همش مفرحانين بالتسعيرة، معني ما همش فرحانين بالتسعير، مش على التسعيرة، حتى اللي عاملينها 10% هذية قلت لك ما تغطيش حتى ربع التكلفة، ما همش فرحانين وغاضبين كما ينبغي، وبرشا هذية بالنسبة للتاجر التفصيل تعطيه 10%، وشول باش برشا 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 حوان تسكر ترى، وبرشا ناس سلمت في الموضوع هذايا. علاش؟ على خاطر كيما يلقاش روحه باش يعمل. تقول انت ما بين المذبح اللي يتباع الكيلو ب 7500 ومن بعد يتباع للعموم ب 8500، فهامش الربح بالنسبه لكم 10% منخفض جدا، 10% و9% ما يخطيش حتى ربع الشارج نتاعها. كيفاش تحب باش يكون فرحان تاجر تفصيل؟ تاجر تفصيل غاضب. قد لازم يكون سعر الكيلو للعموم؟ انا هنا اعطيتك مقترح، اعطيتك مقترح، قلت لك ما يكون العموم ما يخرجش على 10,000 وما يخرجش الاسكالوب على 20، وخلي الدوره خليها تو انت فلاح خليه يخدم على روحه من عادي، وتزيد تضغط عليه شويه وقت اللي هو التكلفه نتاعها 4240 يجي يبيعه لك ب 7700، ثم 3000 ولا قداش زايد زياده، وين ماشي؟ وين ماشي؟ ما يجيش، مش معقول هذه، مش معقولة. تجار التفصيل قلت لك غاضبين وما همش فرحانين، والناس تمشي حتى كي قلت لك إذا هبط باش يخدم كأنه ماشي لبقعة أخرى، ماهوش ماشي باش يخدم فرحان باش يصور الفلوس ولا كذا، من اللي هذوما غاضبين. والحاجة الثانية هذه احنا ماذا بينا رانا همزة وصل، احنا همزة وصل بين المزود والمواطن، والمواطن راهو المواطن ما يعرفش، لا يعرف فلاح، لا يعرف تجار، لا يعرف مزود. كان طلعت السلعة يجي يقول لك زدتوا فيها يودي هراو عن هاي مدى او عنا كذا، رانا قاطين، رانا همزه توصل بين المستهلك وبين المزود. احنا ديما بين المطرقه والسنداب، احنا رانا ناكلوا كان في السبان وناكلوا كان في البخص وناكلوا كان طلعت السلع، كان ما ثم السلع هذه ديما كانت ما ثم السلع يحلينا، كان طلعت السلع يحلينا، برشا حاجات راهي خايبه برشا. ماذا بينا نحطوا ونشدوا العصام الوسط، ما خلولش هذه باش اسمه الوزاره تاع الاتصال، وزير هذا جديد ان شاء الله اللي باش تراس الوزاره الجديده دي، رغم الوزيره الاخرى الوزيره السابقه راهي خدمه جباره، عطيها الصحه انا نشكره، خرجت وفجاج جديد. ماذا بينا انا احنا قاعدين نتعامل مع الاداره العامه المنافسه والابحاث الاقتصاديه، مع وزاره اداره التجاره الداخليه، مع المرصد، مع الناس كل في الوزاره نتعاملوا معنا ند اصحاب واحباب ونتناقشوا بالتليفونات، حنا نهز التليفون ساعات نكلم مدير عام في اداره على موضوع راهو هكا راهو هكا راهو هكا، الناس كل ما يد وعد عنها تقريبا وعائله واحده مع بعضنا. ماذا بينا السيد الوزير هذا ينظر الى تجار التفصيل بعين الرحمه ويشوف لهم، شوف ما موضوعهم، راهو هال 10% راهي ما تغطي حتى شيء، ما تغطي لهم حتى شيء، رانا قاعدين نعانوا في معاناه زرقاء. والحاجه الاخرى في جسمه انا هاني نعاودها، راهو كل انسان في اي مكان في سواء في الشرق في الغرب من حتى من بن قردان حتى البنزرت، اذا كان عنده نقص في كذا يبعث لنا ولا يكلمنا وحنا نكونوا موجودين. هاني قلت لك البارح بنظر النفطه ما فيهاش جيش، توزر ما فيهاش جيش، هاني توب اليوم باش تعمل اتصالاتي الخاصه وباش غدوه يبدا عندهم التزويد كامل للناس الكل في ولايات الجمهوريه الكل.
شكرا لك، يعطيك صحة سي إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء. هذا كل ما يتعلق بموضوع الدواجن والأسعار وغياب التزويت في المدة هذية، في انتظار أنه يلقاو حلول ترضي الفلاح والمزود والتاجر، لكن خاصة ترضي المواطن التونسي. ها قريب نشوفوا فلان صور ربيع والدجاج في ديارنا. والله والله مش خلصت نرجو كما قلنا. شكرا لك، يعطيك الصحة، نهارك زين سي إبراهيم.